المستشار النمساوي سباستيان كورتس اتهم التنظيم التوسعي التركي ببث الفتنة في بلاده. قال في تصريحات نقلها موقع التلفزيون النمساوي أن تركيا بتبث الفتنة وبتخلق أجواء تخدم مصالحها في النمسا. ده اللي اعتبره سوء استغلال للأشخاص اللي بينتموا لجذور تركيا وبيعيشوا في أوروبا. بعد ما الخارجية النمساوية استدعت السفير التركي وبلغته بضرورة وقف التحريض والتوقف عن وصف المتظاهرين بأنهم داعمي منظمات إرهابية، وده على خلفية أحداث الشغب اللي حصلت على هامش مظاهرة للأكراد في فيينا. علق المستشار النمساوي على استدعاء الخارجية النمساوية للسفير التركي، وأكد كورتس أن الخارجية استدعت السفير التركي علشان توضح له أنه لازم يكون في نهاية لمحاولات تركيا للتأثير على الناس في النمسا واستغلال صراعاتهم لتحقيق مصالحها. زي ما بيقولوا كده أنه الأشخاص سيرة، واضح كده أن الدول كمان سيرة. في أشخاص كده كل ما تيجي سيرتهم تلاقيها بتيجي بالخير، وفي دول كل ما تيجي سيرتها تلاقيها بتيجي بحاجات غريبة ومؤامرات وأجواء مؤامرات. واضح أنه الأداء التركي طبعا في مصر مبالغ فيه، والمحاولات ل يعني تهديد أمن مصر مبالغ فيها وكلها بتفشل بإذن الله، لكن واضح أن ده أسلوب الإدارة السياسية التركية اللي بيخلق لها أزمات مع كل دول الجوار.